تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة وخاصة من برنامج المستطيل الآسيوي الذي سيكون معكم طيلة أيام بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات. يستمر هذا البرنامج حتى المباراة الختامية للبطولة، حيث نتواصل اليوم معكم مع مباريات هذا اليوم ضمن منافسات البطولة، وكذلك مع فوز منتخبنا على اليمن وأفراح الجماهير الرياضية العراقية بعد الفوز، فضلا عن أهم الحالات من أسلوب لعب وهجمات وأخطاء ومتغيرات التي شهدتها المباراة. بالتأكيد يعني المحور الرئيس للمنتخب ومباريات هذا اليوم تأتيكم مع محلل المستطيل الآسيوي الكابتن المعروف كريم صدام، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. أهلا بكم مع المستطيل الآسيوي، وأهلا بك أيضا كابتننا القدير كريم صدام، تبقى ضيفا عزيزا غاليا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. مساء الخير عليك أستاذ بلال، جمهورنا الكريم. إن شاء الله الله يسلمك. شلونك، أخبارك اليوم؟ خير وبركة، الله يحفظك. طباعتك على المباريات جيدة؟ والله يوم تابع المباراة كانت يعني مباراة متفاوتة المستوى، وإن شاء الله نوضحها بالبرنامج إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك. خليني أروح على الخبر الأول حتى نبدأ الحوار. مشاهدينا، عربيا تأهل المنتخب القطري إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا، وذلك بعدما اكتسح كوريا الشمالية بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالبطولة. وجاءت أهداف المنتخب القطري عن طريق المعز علي 4 أهداف وخوخي بوعلام وعبد الكريم حسن، وسيطر المنتخب القطري على معظم فتراتها ولم يجد أي صعوبة في تحقيق فوزه الكبير. بذلك مشاهدينا الكرام، رفع المنتخب العنابي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الأول في المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، بينما تذيل المنتخب الكوري الشمالي جدول المجموعة بلا رصيد من النقاط. كابتننا كابتن كريم، العنوان فوز كبير بالنسبة لمنتخبنا العربي الشقيق المنتخب القطري، لا أعلم يعني هل العنوان التحضير الأمثل، الاستعداد الجيد، التهيؤ، التركيز الفعال للدخول مثل هكذا بطولة؟ مساء الخير إليكم مشاهدين الكرام. فعلا لكل الطرق هو متوفر عند الفريق القطري. الفريق القطري اليوم جاء متحفز من أجل يثبت خطابها ويترشح للمرحلة الأخرى بعد ما ترشح الفريق السعودي. تعرف الآن يحاول يتبع فارق الأهداف، واليوم حقق الهدف اللي كان يطمح له كفريق قطري. فارق الأهداف كان بيتهم، كان الفريق في أو استعداد وتهيؤ، وخصوصاً منطقة الهجوم كانت جداً متميزة، وخصوصاً المعز علي من اللاعبين المتميزين حقيقة اليوم أثبت جداته. بوقت مبكر قدر يسجل كرة حقيقة رائعة جداً من أكرم عفيفي، هذا اللاعب الخلفي اللي صانع الشغل بالنسبة للفريق القطري، من اللاعبين المتميزين. كذلك عندهم كان حسن الهيدوس من اللاعبين المتميزين، طالما تملك خط وسط متميز ممكن يخلق لك الاهداف. الاهداف دائما اذا ما تكون عندك صانعي اهداف ما ممكن انت كمهاجم تسجل. اللي صار اليوم انه كل اهداف المعز علي من كرة من الجانب، مهارات الفرديات اللي جاتها، لذلك سجل بالدقيقه 8 انطى نوع من الاريحيه والاستقرار للفريق القطري. ما ظهر اليوم فريق الكره حقيقه باي مستوى، يعني هذه نوبات اكو تفاوت بمستوياتهم. تلقى احيانا الفريق تلقى منافس، يعني عندي فكره على فريق الكوره الشمالي من الفرق الجيده، يملك لاعبين جيدين، منافس جيد. بالحقيقه بهذا البطوله ما اظهر بالمستوى الحقيقي، اظهر يعني جانب الضعف بهذه المجموعه، اضعف فريق بهذا التشكيل. لا اعلم لماذا كابتن، يعني كوريا الشماليه ذكرني بالصين،
احيانا ببعض البطولات تجد بين فريق يعني فريق قوي جدا داخل بقوه، وبعض البطولات يعني تائه ولا تعتقد ما قيمة فنية ولا إلى أي قيمة فنية يعني، وحتى النتائج ماله يعني تكون خسارة بنتيجة كبيرة يعني. وهذا اللي صار يعني اليوم، يمكن أكبر نتيجة اليوم حصلت مع ضد الفريق كورشما من خلال الفريق القطري. قلت لك اليوم كان الفريق القطري في وضعهم الطبيعي، فلذلك شوف سجلوا بالدقيقة 8 من عزه والهدف بالدقيقة 11 يعني من باص من حسن الهيدوس كان جدا رائع وقدر يسجل المعتز عليه، طال نوع من الاستقرار نوع من الأريحية. بعد ذلك فريق الكورة ضغط بشكل أو بآخر، عزز كذلك بعد ذلك أبو علام الهدف بالدقيقة 42 بحيث أنا اعتبرت يعني طلقة الرحمة لفريق كوريا الشمالي، ذاك أنهم بالشوط الأول من تطلع أنت كفريق منافس على تصدر المجموعة وسجل 3 أهداف تستقر نفسيا تستقر فنيا بهذا الموضوع تقدر تقدم. لذلك بدأ الشوط الثاني حقيقة كان سيطرة مطلقة لفريق الفريق القطري، وشو الدقيقة 55 كرر مرثي الله المعز علي تسجيل الهدف، وبالستين سجل. هذا يعطيك رسالة إنه فريق خلاص سيطر على الملعب سيطر على الكرة. بعد ذلك بـ 68 سجل عبد الكريم حسن الهدف من كرة جانبية كذلك سجلها. اليوم طلع بأكثر من حصيلة طيبة الفريق القطري، أولا الهداف المعز علي صار هداف البطولة لحد الآن، تصدرهم للمجموعة بهذا الموضوع، نوع من الرسائل للفرق الأخرى الفريق السعودي الفرق الأخرى اللي تقابلها احتمال حتى ممكن يتقابل مع الفريق العراقي إذا كانت نتيجة التعادل مع الفريق الإيراني. فهذه كلها رسائل تدلها الفرق الأخرى أنه جاء من أجل الكأس ليس من أجل المشاركة، وتقدير الشخص الفريق القطري قدر يوصل هذا الرسائل. إذن مبروك للعنابي يعني هذا التأهل وهذا الفوز باستحقاق فعلاً. نعم. مجموعة شبابية جيدة يعني استقرار تدريبي صار فترة طويلة أثمر عن هذه النتائج الطيبة وانسجام واضح حتى بين الخطوط يعني. نتمنى طبعا هذا يستمر هذا العطاء وهذا الأداء إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام يعني دعونا نتابع ترتيب المجموعة الخامسة التي يتصدرها منتخب قطر يعني 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي. سنلاحظ على الشاشة بعد لحظات الجدول لهذه المجموعة. كما قلنا وتحدثنا بأن المنتخب القطري أمامكم يتصدر بـ6 نقاط، يليه السعودية بـ6 نقاط أيضا ولكن بفارق الأهداف، لبنان بدون نقطة، كوريا الشمالية بدون نقطة. مشاهدينا في المجموعة السادسة حقق منتخب اليابان فوزا صعبا على نظيره العماني بهدف وحيد في ثاني مواجهتهما لكأس أمم آسيا، وأحرز هدف الفوز لليابان هاروغوجي من ضربة جزاء. طبعا هي كانت هذه ضربة الجزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 28، اعترض عليها لاعبو المنتخب العماني ولكن دون فائدة. المهم حسم منتخب اليابان تأهله رسميا للدور الثاني بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما ظل المنتخب العماني بدون نقاط. نعود إليك في هذه النقطة، المنتخب الياباني نراه في هذه البطولة ليس بالبعبع إذا صح التعبير يعني، والمخيف بحيث اليوم يعني فاز بهدف واحد وحتى هذا الهدف كان مشكوك يعني في صحته. وبصعوبة كابتن بلال حقيقة اليوم احنا نخلي أكثر من عدد استفهام على الحكم، الحكم غير موفق الحكم الماليزي حقيقة مثل ما قلت حضرتك ضربة جزاء غير مشكوك في أمرها لهذا الموضوع، وضربة جزاء واضحة للفريق العماني مع الأسف الشقيق العماني اتغاضى عنها الحكم وكان قريب جدا، وهو الحكم الخط الجانبي كان قريب على الكرة المفروض كان ينطيهم ضربة جزاء، لربما لو سجل الفريق العماني لربما تغيرت كثير من المعايير بالمباراة، لأن كان الفريق العماني مندفع جدا، بس الحكم اليوم مع الأسف كان قاسي مع الفريق العماني ما كان موفق بهذا الموضوع، لذلك
مثل ما اتفقنا بالحلقات السابقة، يمكن اتفقنا مع الأخ حازم على موضوع الفار. نعم. إنه إذا كان موجود كان يخدم كثير من الفرق، لأنه اليوم الظلم اللي وقع على فريق العماني أثناء الفونو مع الحكم الدولي حازم حسين. بالضبط. نعم. فظلم على الفريق العماني اليوم، لو قلت لك لو اكو هاي الخدمه لربما كان ضربه جزاء، وحتى كان ممكن تلغى ضربه الجزاء ضد الفريق العماني. فبس تعرف هاي كره القدم كانوا الحقيقه يتعاملوا بروح رياضيه، وكان اعتراضهم منطقي، لذلك ما اخذوا اي انذار على هذه الحالات. كره القدم بها ظلم كثير، يعني مثل ما قلت لحضرتك ربما الفريق الياباني لحد ما ظهر وجهه الحقيقي اليوم، كان يعني المباراه صعبه جدا على الفريق الياباني، ما ظهر بمستواه اللي توقعناه. مثل ما قلت حضرتك هذا البعبع الاسيوي اللي ممكن يكتسح كل الفرق بسهوله بعد المشاركه في كاس العالم. الان الفريق الياباني يعني ضمن حسابات نلعب مو ذاك هو اللي ممكن يرهق الفرق، او جاي يعني ضمن المستوى اللي شفناه في المباراتين حقيقه مو هو الفريق اللي ممكن ياخذ كاس اسيا بسهوله. تعرف هذا الجيل الجديد قبل جيل هوندا وغير هوندا كانوا لاعبين، كان فريق بسلاسه ياخذ البطوله من خلال مستواه، من خلال لاعبين متميزين. بدنا نشوف هذا الظاهره حاليا بالفريق الياباني. لذلك احنا هذا كل الامور لربما احنا ان شاء الله تصب في مصلحه منتخبنا الوطني. يعني اذا اوزبكستان كابتن واليابان وكلا الفريقين ترشح ست نقاط طبعا من فوزين، ست نقاط. اذا اوزبكستان واليابان، اوزبكستان الترشح واليابان ايضا، واليابان اوزبكستان الاول، اليابان الثاني بفارق الاهداف، وعمان لربما كلها فرصه بعد مباراتها مع تركمستان. طيب اذا يحق لهم مثلا اذا قدروا يفوزون لربما تصبح حظوظهم طيب. اوكي خلي نتابع هذا الخبر عن اوزبكستان حتى بعدين نتعرف على ترتيب المجموعه. نبقى مع المجموعه نفسها، فيها تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره التركمانستاني برباعية سجلها في الشوط الأول ضمن الجولة الثانية للبطولة، وسجل سيدي كوف هدف التقدم لأوزبكستان في الدقيقة 17، وأضاف المهاجم شومو رودوف هدفين في الدقيقتين 24 و42، وسجل جلال الدين اسمه في سجل المحرزين في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للمباراة. بذلك وضعت أوزبكستان قدمها في ثمن نهائي البطولة مع بقية المتأهلين من المجموعات. خلونا نشوف أيضا حتى نتابع أيضا المجموعة وترتيب المجموعة إذا سمحتوا، خلونا إياها على الشاشة حتى نتكلم عنها قبل أن ندخل. إذن المجموعة أمامنا، المجموعة السادسة أوزبكستان بست نقاط تتصدر، اليابان أيضا ست نقاط ولكن بفرق الأهداف، عمان بدون نقاط، تركمانستان بدون نقاط. نعود إلى المنتخب الأوزبكي. اليوم نراه يقدم نفسه بشخصية عالية، فوزين، ثقة، يعني صدارة للمجموعة، كلها عناوين ظهر بها وقدمها في بداية البطولة. هو بنوع من التصاعد المستوى، بس لا تنسى فريق تركمستان ما كان ذاك المستوى اللي ممكن يكون عائق أمام الفريق الأوزبكستاني، وهذه من إشكاليات البطولة. يعني شو أكو بعض الفرق حقيقة أكو بون شاسع بين المستويات، يعني مثل اليوم فاز الفريق القطري يعني 6 على فريق كوريا الشمالية، ربما يظلم بعض اللاعبين الهدافين أو النقاط أو اليوم تركمستان شفناه بهذا المستوى، يعني فريق الأوزبكستان سيطر بشكل مطلق، مستوى الفن ارتفع، لربما تعتبر بروفة إلى الدور الآخر، ممكن يعني بناء ثقة بالنفس. والفريق الأوزبكستاني حقيقة لربما أنا أصنف مثل فريق الكوري الشمال ونفس الفريق الصيني. نعم. أحيانا تلقى مستوى مرتفع ومرعب، وأحيانا تلقى دون المستوى المطلوب، أكو تفاوت بالمستويات أو تفاوت بالتشكيلات أو تغييرات المدرب. نشوف أكو استقرار فريق أوزبكستان ترشح المرحلة الثانية، يطير مؤشر هذا فريق جاء من أجل يكسب شيء ليس من أجل المشاركة، وهذا رسالة للفرق الأخرى مثل ما قدم رسالة الفريق القطري حقيقة. هذا يحسب له حساب، يجب أن تأخذ الحيطة والحذر من هكذا فريق، لأنه فريق طموح يملك شباب مؤثرين ممكن ينتقل إلى المرحلة الأخرى. كابتن فنيا إذا قلنا على نفس المجموعة، نعم، لن أذهب بعيدا، نعم، أوزبكستان أم اليابان فنيا أيهما أفضل؟
فنيا تاخذ ارقام، ارقام مو افضل يعني، افضل بالمستوى، بس كيابان لاعبين او عندهم لاعبين محترفين بالدوريات الاوروبيه، بس متى تحس يقدموك لمستوى انت؟ المشكله انت جاي متهيئ لفريق كبير، بتشوف فريق يعني يقدم كره متواضعه، هنا يصير عندك تنصدم او تتفاجئ بهذا المستوى، انه اليابان دائما تغلب بالخمسه وبالسته، هيش فرق يعني تعتبر مع جل احترام فريقنا العماني. الان فتره تغيير لاعبين، فتره نتائج الاولى غير جيده، كنا نتوقع ان الفريق الياباني يقدم اكثر من هذا المستوى، شفنا العكس، شفنا الفريق العماني هو اللي بادئ بالضغط، هو اللي بادئ برغم سيطره الياباني بفترات معينه، بس كان الفريق العماني غير سهل بالنسبه للفريق الاوزبكستاني. حتى الهدف مشكوك في امره وضربه جزاء الفريق العماني، الحقيقه الحكم ظلهم بهالموضوع، فعلى بعض احس انه الفريق الاوزبكستاني على الارض افضل من الفريق الياباني. طيب شنو رايك نطوي هذه الصفحة ونتحول إلى صفحة القلب الذي ينبض بالعراق المنتخب؟ هو الخير والبركة إن شاء الله. هو الخير والبركة. بالتأكيد قلوبنا مع لاعبينا الأبطال أسود الرافدين الذين يعني نطمح نتمنى أن نرى منهم أداء رجوليا وفنيا رفيع المستوى يعكس تاريخ وسمعة الكرة العراقية في هذه البطولة. محور المنتخب يأتيكم ولكن بعد الفاصل. هذا الباص الأمامي من تاني يا ولد العيب، ميمي ميمي ميمي، الله 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 الله. هذا العراقي لا تعاني دون لو لعب، التعب ما يعرف تعب، بركان نازل وغضب، هذا العراقي هذا العراقي، الغيرة ويدم مشت سمعوها أمها الهلت، الفرق يما استسلمت، هذا العراقي هذا العراقي. يا ابن الحضارة والعلم، من يلعب يرج في الخصم، واحدهم يا عدل زلم، هذا العراقي هذا العراقي. أبو الأسود الأسود من جديد تعود، نعم 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 نعم، عاد الأسود في الوقت الموعود. المستطيل الآسيوي معكم ومعنا الكابتن كريم صدام وهذا العراقي. والله شوف احنا كنا امل وكنا طموح انه فريقنا يحقق اللي نطمح اليه كشارع رياضي كوضع، احنا متفائلين بفريقنا رغم يعني بعض الاراء اللي لربما تشكك في مستوى الفريق. الميدان هو الفيصل بهذا الموضوع، مباراتين سجلنا 6 اهداف، نملك لاعبين جيدين، مشاريع نجوم، كل مقومات النجاح تقريبا موجوده، حماسه موجود، الدعم الإعلامي، الدعم الشعبي، كل الناس وياك، كل الوضع وياك، فهذا كل مؤشرات أن تخليك تتفاعل بوضع الفريق. أنا حقيقة أنا عندي ثقة بكاتانيتش رغم أنه بداية كان خطأ ورجل اعترف بخطأه وقدر يصلح الوضع وقدر نفوز المباراة الثانية بشكل طيب. كل هذه المؤشرات أنه تخليك تتفاعل بالمباراة أمام الفريق الإيراني. شنو الفريق الإيراني؟ يعني يختلف علينا فقط بخبرة لاعبيه، يملك لاعبين جيدين، يملك وسط متميز، احنا عندنا وسط كذلك قوي ومتميز، يعني بالشارع بالدوري الايراني من اللاعبين المتميزين، كذلك همام عندنا، حسين ما شاء الله عليه، عندنا احمد ياسين يلعب بالدوري القطري بعد ما كان بالدوري السويدي، امجد عطوان البديل الرائع. فانت يعني من تقارن كافراد ماكو بون شاسع بيننا وبينهم، بحيث احنا نتخوف هذا التخوف اللي كثير من الناس يقول لك هي الفيصل بهذا الموضوع. ولدنا ان ثقه بهم يعني، بس اذا 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 ما سجل علينا بالربع الاول مباريات اتوقع انه فريقنا ممكن يسجل. احنا ولدنا خطرين يعني، خصوصا اذا فعلنا الجوانب، عندنا مهند ما شاء الله يروح في مناطق مؤثره ويقدر يسجل الى ثقه بحاله، هذه كلها تعطيك نوع من الاشارات انه فريقنا يمشي بالطريق الصح. فوزنا على فريق الايراني وفق المعطيات اللي تحدثنا عنها تعطينا ثقه بالنفس، تعطينا فرصة أنه نلعب مع الثالث من المجموعات الأخرى، أنه ما نتواجه ويا فريق قطر أو السعودية. كل هذه المؤشرات تعطينا نوع من الاطمئنان أنه فريقنا ممكن يعني يحقق الشيء نطمح إليه. طيب إن شاء الله يعني اللقاء المقبل يكون كما قال الكابتن كريم فعال،
أداء رجولي، مستوى فني عالي، ولكن دعونا مشاهدين الكرام نعود إلى أحداث مجريات فوز منتخبنا العراقي على نظيره منتخب اليمن بثلاثية نظيفة، وبذلك تأهل إلى دور ثمن النهائي لكأس آسيا. الفوز هو الثاني على التوالي لأسود الرافدين ليرتفع رصيد العراق إلى 6 نقاط، ويشارك منتخب إيران بصدارة المجموعة الرابعة. تفاصيل وأحداث اللقاء في القراءة التالية. زعامة خطير، جول جول. تأهل منتخبنا الوطني العراقي إلى ثمن نهائي كأس آسيا بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وحصد أسود الرافدين الفوز الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويشارك منتخب إيران بصدارة المجموعة الرابعة. وكانت بداية منتخبنا نارية، وشكل ضغطا كبيرا على منتخب اليمن مع دقائق المباراة الأولى، وتمكن من ترجمة سيطرته بهدف عبر المبدع ميمي الذي توغل في دفاعات اليمن وعكس الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الأول في 11th. مهند العلي، هذا الذي كنت أقول بأنه سيكون خليفة يونس محمود في الخط الأمامي لمنتخب العراق. فداء أحمد السروري وبابا رائعة. وحاول منتخب اليمن من كرة رأسية علت العارضة قبل أن تستقبل شباكه هدفا ثانيا بواسطة اللاعب بشار رسن الذي سدد الكرة من مشارف منطقة الجزاء، مست القائم ودخلت الشباك ليتقدم منتخب العراق بهدفين في 19th. وينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني بهدفين دون رد. وأجرى مدرب منتخبنا الوطني عددا من التغييرات، وزج بعلاء عباس بدلا لميمي ومحمد داود بدلا لحسين علي، وتمكن البديلان من جملة تكتيكية إحراز الهدف الثالث بعرضية مميزة لداود على رأس أحمد ياسين الذي حضرها أمام علاء عباس الذي سددها قوية لتسكن الشباك في 91st. ما يكون ثلاثية من الجهة اليمنى التوغل وبالرأس من هنالك في الرد، ووجد نفسه اللاعب على عباس في المكان والوقت المناسبين، وغول 3-0 صارت النتيجة لصالح المنتخب العراقي. ولتنتهي المباراة بثلاثية بيضاء للعراق، وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6th، وضمن بذلك تأهله لثمن نهائي بطولة كأس آسيا. وستحسم صدارة المجموعة بلقاء المنتخبين العراقي والإيراني في 3rd. المستطيل الآسيوي معكم مشاهدينا الكرام، ونعود مرة أخرى للكابتن كريم. بالتأكيد كابتن، اليوم يعني لدينا لقاءات كثيرة بعد لقائنا أمام المنتخب اليمن، لكن هذا لا يعني بأننا نتحدث عن لقائنا المقبل المهم. لذلك أين تكمن القوة؟ أين تكمن يعني حالات الضعف بالنسبة لمنتخبنا أمام فريق كبير مثل إيران؟ فعلا، وهذا شوف أحيانا تعالج الأخطاء بالفوز أفضل من تعالجها بالخطأ، يعني ممكن خسران قصدي أنه الآن أنت مسترخي حتى من تشخص الأخطاء، أنه في من باب التصحيح حتى تسوي المستقبل. أنت حصلت 6 نقاط وهذا المهم. مشكلتنا إحنا في العمق الدفاعي حتى أمام فريق اليمن كانت
مشاكل عندهم بالعقم الدفاع والكرات الجانبيه. نتكلم عن تنظيم الدفاع، يعني شوف تكون الكره على الجانب، الفريق الايراني ممتاز، يعني سردار عندهم من اللاعبين المتميزين، بل على بهو سجل اكثر من هدف في راسه، لاعب يملك طول فارع، مهاجم يلعب في دوري محترف. احنا كمهاجمين نعرف هاي الصفه، انه دائما المهاجم متهيئ له فرص مع لاعبين منسجمين معاه. اذا شفت تذكر الشوط الهدف الاول على الفريق اللي سجله بانسجام واضح، كره عاليه هيد بالمنطقه اللي يريدها سجل بيها. اذا يملك ادوات مهاجم متميز. هنا شراد راد وقت تحويل الكره على الجانب يجب ان يراقب هذا اللاعب بالمانتومان، يعني اذا كان احمد ابراهيم او ريبين سولاقه يجب ان يكون قريب عليه وهدفه هذا اللاعب، حتى وان دخلوا لاعبين اخرين بس يكون تحت النظر وتحت الرقابه، لان هذا من اللاعبين المتميزين بالعابها وباي كره بالنصف نصف انصاف فرص يسجل. فانا حتى اكون متيقظ لهذا الموضوع، اي كره جانبيه يجب ان ينظر لهذا اللاعب، لان الكره هي اللاعب هو اللي يسجل الهدف. انت من تسقط او تطلع اللاعب من منطقه الجزاء من خلال مسكه بالمانتومان ما راح يسجل عين هدف، بس انت من تكون عينك على الكره وتراقب وين تروح للخصم وبعدين تروح عليه، هنا المشكله. بينما انا كمدافع عيني على على المهاجم وعين على الكره ودائما اخليه تحت الرقابه ما يسعد براحته. هو هاي فعلا، يعني انا هاي اللحظه اسميها مو لاعب، اسميها متفرج اصبحت. بالضبط. اليوم انا من يعني المفرده اللي هي بالكره تك معايا ولا مان تو مان معاه، انا من منتبه على الكره وهو سوى خطوتين ثلاثه وما مركز معه، اذا سرقني واخذني بعدين. اكو هنالك من يعطي كره دقيقه بالضبط في المكان المناسب وبعدين خلص اخترقني وراح. شفنا اذا هنالك اكو توافق بين عيوني للكره وبين حركتي انا وبين قربي للاعب كيف يتحرك. يعني هي الحركه الثلاثيه مع اللاعب ومع حركتي انا ومع الكره. هو انت كمدافع خاصة في هاي المناطق الخطر المؤثرة، وشفناه شلون سجل على الفريق اللبناني، مثل ما قلت حضرتك عند لاعبين منسجمين معه، يعني على الاطراف دائما الاطراف يحلوا له الكرات ويكون في المكان المؤثر. فاذا انت كمدافع يجب ان يكون تحت الرقابة، تمويه خطوة لاعب رائع، يعني يتحرك في مكان ويعود على مكان اخر يلعب بالدوري الروسي، دوري محترف، دوري محترف عالي، مستوى الفني عالي، اذا هو متطور. فاحنا حتى نحد من خطوته في هذا الموضوع، فريقنا رائع جدا فقط بالكرات الجانبية، وعندهم بعض الكرات البينية السريعة. احنا يعني ولدنا شوي يمتازون بالبطء في هذه المنطقة، نخاف من الكرات البينية اللي خلف المدافعين، اتمنى ما تكون مسافة واسعة بين جلال وبين المدافعين، من كل مسافه واسعه بيناتهم، تعرف هاي منطقه عمليات الخصم. اتمنى بهالاثناء جلال يطلع الكره، ممكن يطلع لعبها برجله بحيث ما يبقى بالست ياردات، يطلع على 18 يكون قلب دفاع، يكون بالضبط قلب دفاع يلعب برجله. وولدنا ما يسوون بون شاسع بحيث انه ممكن تستغل هاي المناطق الظهر، لانه قلت لك عندهم كرات بينيه خلف المدافع مؤثرين. فهاي النقطتين لو ولدنا ان شاء الله انتبهوا لها لربما نحد من خطورتهم على بالهجوم ان شاء الله. خلونا نذهب يعني لقاءات جماهير العراق بالإمارات، هي طبعا نكهة الكرة بالتأكيد. اليوم يعني سنذهب إلى الإمارات والجماهير العراقية، وفيها تطمح جماهير أسود الرافدين تجاوز عقبة الدور الأول والذهاب بعيدا في هذه البطولة، بعد يعني تجاوز منتخب فيتنام في اللقاء الأول ومنتخب اليمن بنجاح، واستثمار الحالة المعنوية العالية بين لاعبينا في مباراة منتخبنا المقبلة أمام منتخب إيران. مشاهدينا، هذه وقفة مع جماهير الرياضة العراقية من الإمارات، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي جمهور العراق الكريم. احنا اليوم منتخب العراق لعب بأريحية وفاز 3-0، يعني المباراة الأولى كان مو بهذا المستوى، إن شاء الله المباراة اللي تجي مع إيران إن شاء الله المستوى جاي يتصاعد. بس احنا اليوم فاتتنا فرصة فرق الأهداف مع إيران، بعد ما تفيدنا إلا نفوز على إيران، يلا نتصدر كأول مجموعة إن شاء الله، نتأمل خير من المباراة القادمة. والله قومنا كلنا الصراحة، احنا فخورين بهالنقصر هذا، وإن شاء الله الكاس إن شاء الله. بس الأسود 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 كشروا على نيابهم. لا اليوم هواي حلو لعبوا الجماعة، بس الشوط الثاني
يعني تبديلات الهمام ومهند اعتقد كان بالغلط، بس بعد هو المدرب واعرف بهذا الشيء، وان شاء الله يلعبون على الدور الثاني. يعني لازم الفريق لازم يكون شوي اقوى من هذا اللعب اللي شفناه اليوم. احنا اليوم ما مو ذاك الفريق اللي نتوقع من عنده، الفريق العراقي اللي ايام يونس ونشأة وكرار جاسم اكيد. ان الحمد لله على الشكر على كل حال، والفوز ان شاء الله، ونتمنى توفيق الفريق العراقي ان شاء الله. اللعبه كلش حلوه، بس كان المفروض 6 اقل شيء 6 المفروض. حرام يعني شنو ايران نجيب 5 واحنا نجيب 3؟ حرام. رحيم منتخبنا متفائلين به، وبدا مستواه صاعد اليوم، اللعب حلو، اهداف جميله، منتخب العراقي قادر على الصعود وقادر على الفوز على ايران ان شاء الله، والصداره العراق رايح للصداره، منتخبنا العراقي البطل. جماهير اليوم جت من كل بقاع العالم شجعت المنتخب وحبته، وتحيه لكل الجماهير العراقيه والعالميه، وشكرا للاعبين، شكرا لكل من وقف اليوم ويا الفريق، تحياتي. احنا نتمنى من منتخبنا يظل على هالمستوى هذا واحسن. طبعا طبعا لا ننسى الفريق اليمني ادى مستوى، بس مو ذاك المستوى، فنريد احنا يكون بحساب فريقنا انه تلاقي مستويات اعلى من هالمستوى هذا، فان شاء الله من فوز الى فوز ان شاء الله. ان شاء الله مستوى بالتصاعد الزايد من مباراه الى مباراه، ودائما العراق بالتجمعات، العراق بالتجمعات يحقق نتائج جيده، وإن شاء الله يحقق اللقب. وكأن اليمن يلعب من دون حارس نجم. هنا داود للثالث، الله هذا العراقي، هذا العراقي. المستطيل الأسوي معكم مشاهدينا الكرام، ونعود إلى الكابتن كريم. بالتأكيد يعني الكل يعلم بأن منطقة الوسط هي المنطقة الفعالة، إذن الصراع سيكون في منطقة الوسط بين المنتخب العراقي والمنتخب الإيراني. يعني لا أعلم ماذا تقول، ولكن ما المفروض بالنسبة للاعبينا في خط الوسط، ما المفروض كأسلوب لكي طبعا نسيطر على هذه المنطقة الفعالة، وبالتالي سينعكس على الأداء بشكل عام؟ فعلا هو شوف، الفريق الإيراني يملك أدوات رائعة جدا، والدليل قدم مستوى طيب، عنده أهداف كثيرة، يملك لاعبين متميزين خصوصا منطقة الوسط. احنا نملك أدوات رائعة جدا، لربما من أفضل اللاعبين بالظرف الراهن، بشار، همام، أمجد، حسين علي، أحمد ياسين، همام طارق، خصوصا دول اللي شاركوا يملكون ادوات قوه رجوله، عندنا عنصر دفاعي، عندنا عنصر هجومي، مثلا عندك بشار من اللاعبين الراعيين كرات البينيه ومشاركته بالهجوم، سجل اهداف، ممكن يشارك مع ميمي بمناطق الهجوم ويسجل اهداف، كذلك همه ونشاط همام حقيقه ما شاء الله عليه، هو يضيف حيويه ونشاط للاعبين. دفاع امجد عطوان من اللاعبين الراعيين جدا، بلاي ميكر يكون دائما هو اللي يكون صد الدفاع الاول في حاله مشاركته، يمتاز بالقوة، يمتاز بالرجولة، ويمتاز بالشوت المسافات بعيدة. بالإضافة مثلا حسين وأحمد ياسين يمتازون بالسرعة والمراوغة وامتلاك الكرة والتحويلات، رغم أن أحمد ياسين لحد ما ظهر بوضع الطبيعي مستواه جيد، بس ممكن ينطي أكثر أحمد، وكذلك حسين ينطون أكثر، أحيانا تشوفه بعيد عن المشاركة، بس ما أنت توصل للكرة يكون فعال، يكون مؤثر. أتمنى أنه يوم الثلاثاء يوم المباريات يعني يكون بوضعهم الطبيعي، بوضعهم الفني، بحيث يرتقون إلى أعلى قمة مستوى بالنسبة لهم، لأن هذه المباراة تنطي مؤشر للفرق الأخرى أن الفريق العراقي مع صراع مع الفريق الإيراني لهذه البطولة، والتصدر، التصدر يعطي كثير من الاطمئنان، أنه مثل ما قلنا يعطي رسالة للآخرين، إحنا جايين من أجل هدف أنه نوصل للمربع ونحصل الكأس إن شاء الله، وتنطي رسالة أنه الفريق عدة ثقة بحاله، ويحاول نلعب مع الفريق الأقل الثالث أو الثاني من المجموعات الأخرى، ليس المتصدر بهذا الموضوع. وكل هذه المعطيات احنا يجب ان تكون في 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 بال وذهن الكادر التدريبي، لان كل الامور صاحب القرار بهالموضوع هو الكادر التدريبي، هو اللي يوظف هذا هكذا امكانيات بالمباريات ان شاء الله. ممتاز. حتى لدي همين استفسار لحضرتك عن حاله الكتنش في مباراتنا المقبله، ولكن
خليني اروح على الامارات لان عندي لقاءات مع الوفد العراقي. طبعا مشاهدي الكرام هذه عوده اخرى الى الامارات الى قلب الحدث حيث البطوله القاريه، وتحديدا هذه المره مع الوفد العراقي لنذهب معهم باتجاه الطموحات والاستحقاقات المشروعه والامنيات بصنع انجاز جديد للكره العراقيه والوصول في هذه البطوله الى المربع الذهبي وتكمله المشوار الى ابعد مدى ممكن. هذه وقفة مع انطباعات الوفد العراقي، خلينا نتابع. مباراة إيران مثل ما تعرف هي راح تكون مباراة مهمة، لكن احنا الحمد لله في هذه المباراتين ضمننا التأهل الى الدور التالي الدور ال16. الأداء أمام فريق إيران بالتأكيد لأن مباراة جماهيرية مباراة ديربي راح تعطي ثقة كبيرة للاعبين في اجتياز الأصعب في المراحل القادمة. ما نريد نسبق الأحداث مثل ما قلت لك، هي مباراة مهمة وديربي آسيا مهم، لكن كنا طموح وكنا ثقة بلاعبين أنه راح يقدمون مباراة كبيرة أمام إيران. المجموعة كانت علينا صعبة، بعد خوضنا مباراتنا مع فريق فيتنام وخلصت فوز الفريق العراقي، وبعدين رجعنا عاودنا الكر مع الفريق اليمني وفوزنا على الفريق اليمني، ان شاء الله راح نعوض مباراتنا مع الفريق الايراني وفوز نصدر مجموعتنا، وهذا طموحنا نصدر مجموعتنا في الوقت الحاضر في سبيل ان راسا بس تصدر المجموعه تروح على المربع الدور الاربع ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انت تعرف مباراه ايران مباراه مهمه، ان شاء الله عازمين نحقق فشي يرضي جماهيرنا، وتعرف انت مباراه صعبه لكن اللاعبين قادرين نحقق فشي يرضي تطلعات جماهيرنا. هل الصداره؟ نعم هي صداره، شيء مهم بالنسبه لنا. شو تقول للجمهور؟ ننتظر انه يكونون متواجدين في المباراه وننتظر دعمهم مثل المباراه اللي سبقتها، ان شاء الله راح يكون الجمهور حاضر وان شاء الله نوعدهم نحقق فشي يرضي. بامتياز، نعم بشار رسم، نعم نجم، هنا داوود للثالث، الله المستطيل الآسيوي معكم مشاهدينا الكرام. نعود إلى الكابتن، أهلا بك مرة أخرى. يعني سؤالي قبل قليل قلت لك مع كاتانيش كيف سيتعامل مع مباراتنا المقبلة، يعني ممكن يريح بعض اللاعبين على أساس بأن هو ضمن التأهل أم لا، هو لديه فكرة بأن يجب أن نتأهل وبالتالي لكي يعني نضمن فريقا يعني ذات مستوى يعني طبيعي نلاقيه في الدور اللاحق. والله الحقيقه هو صرح بالمؤتمر الصحفي لاكثر، يعني ما كان واضح المعالم، ده صرح انه لربما يعطي فرصه لبعض اللاعبين يشاركون في هالبطوله وراح بعض اللاعبين، والتصريح اخر من خلال الاعلام يعني هم عرفنا انه قال لا انا افكر افوز حتى اصدر المجموعه، وهذا المنطق يجب ان تلعب بالتشكيله الاساسيه لانه عندك وقت راح، يعني ثلاث أربع أيام ممكن استشفائك ممكن يعود وضعك الطبيعي، أول لهدفين خاصة منطقة الهجوم إذا شارك ميمي لهدفين مهمين، إنه ميمي تصير هداف إذا سجل أكثر من هدف إن شاء الله، ثانيا تصدر المجموعة مثل ما قلنا أنت الرسائل إن الفريق العراقي ليس شيء سهل للفرق الأخرى، وضع طبيعي نملك أدوات نجاح جيدة، فوزك على الفريق الإيراني بهذه المباريات شيء مهم جدا للشارع الرياضي وللفرق الأخرى لتصدر الهدافين من خلال ميمي، فأكيد إذا فكر الكابتن أنه كاتانيتش لعب البديل أو الرديف، إحنا مع جل احترام للاعبين كلهم لاعبين متميزين ولاعبين رائعين، بس أحياناً ما تلقى اللاعب داخل بالفورما وداخل في جو البطولة، فراد لوقت يلا يدخل في الجو بهيش حالة ربما تفقد أنت، عم تأكد الفريق الإيراني لعب كامل نجوم بكامل لاعبين، ما راح يريح لاعبين لأن عندك فترات راحة أعتبرها جيدة جداً، يعني الحمد لله ما عندنا إصابات فقط وليد سالم، حتى البديل ما شاء الله علي علاء كان جدا رائع، يعني قدر يعني يقدم مستوى طيب، ما حسينا بفراغ بهذه المنطقه لانه ما جاء لاعب بديل اقل مستوى من وليد، نفس المستوى قدم علاء مهاوي، فاتمنى انه المدرب يلعب بالتشكيل الاساسي لانه الفوز والهداف
والرسالة اللي نبعثها من خلال المباراة جدا مهمة. أتمنى تكون في بال كاتانيتش بهذا الموضوع ويشارك اللاعبين الأساسيين. التشكيلة الأساسية هي اللي طبعا تحقق لنا يعني ما مطلوب من الدور المقبل. أكيد أنت دخلوا بالجو المباريات، عندهم يعرفون أهمية المباريات، الفتنس مالتهم جو يعني دخلوا الآن خلاص يعني ممكن لاعب كم لك 90 دقيقة وهو بكامل لياقته، يعني دخلوا بالجو حتى الحرارة مرتفعة لأن يقول له حسب ما عرفنا أنه درجة حرارة 25 أو أكثر أو أقل، حتى اللاعب نفسيا يعني ما يكون هناك ضغوطات وبالتالي لربما يستفاد أكثر بالاحتكاك من هاي المباراة. يعني أقصد باللاعب التشكيلة الأساسية، لأن أنت تعرف من تدخل مع إيران كنا دائما قاب قوسين أودنا، يا أما يجب أن تفوز يا أما التعادل يخدمهم والفوز إحنا يخدمنا بس الفوز، دائما أكو حسابات يعني دقيقة ومعقدة ويخلونا في توتر دائما. لربما هذا العامل النفسي حتى يعكس على أداء اللاعبين المستوى الحقيقي يعني بما يقدموه في هذه المباراة. أنا أشوف أستاذ بلال برأي هكذا بطولات قصيرة سريعة تجمعية يجب أن تكون عندك تشكيلة أساسية خلاص هم دول يلعبون جتهم فرصة الاستقرار عليه استقرار بالضبط. هسه مثلا أنت مثلا صفاء عدنان صفاء هادي أنطاه فرصة يلعب خلاص يلعب ألعب وأثبت جدارته ما أريحه وأعطي فرصة الآخر أجرب خلاص ماكو تجربة لأن هاي عندك بطولة قصيرة سريعة فعلا لمدة 20-25 يوم أنت تأخذ كأس ما تتجرب لاعبين أنت هاي كله كان تهيئ لأن تدخل التشكيل الأساسي. طالما وصلت لهذا الموضوع أنا من رأيي فقط الإصابة وتدني المستوى تغيير اللاعب. نعطي للاستقرار وقت آخر. خلي نروح على طبعا لقاءات الجمهور المنتخب اليمن جمهور الشقيق ونكمل الحوار. اليوم مشاهدينا سنبقى في تغطيتنا المستمرة من الإمارات حيث سنتوقف هذه المرة مع جماهير اليمن التي كانت حاضرة ومتجانسة مع الجماهير العراقية بروح الأخوة العربية، وقد أشادت جماهير اليمن كثيرا بمستوى لاعبينا وأكدت أن لا فرق بين المنتخبين، إضافة إلى حديثهم عن التاريخ المشرف للكرة العراقية. هذه وقفة للأشقاء وخلي نتابع. مبروك الأول شيء المنتخب العراقي مبروك، نحن والعراق مع بعض واحد في قلب واحد، نحن فاز العراق ما عندنا مشكلة، اتعدينا ما عندنا مشكلة، فزنا عليكم ما مشكلة، نحن حبايب وإن شاء الله تعالى العراق بإذن الله، لأن له تاريخ سابق في تصفية كأس آسيا، له تاريخ ماخذ كأس آسيا كذا مرة، يستاهلون المنتخب العراقي إمكانيات قوية لاعبين ما شاء الله عليهم كفوا عليهم الله طول العمر يحفظهم يا رب ان شاء الله. كان اداء المنتخب العراقي افضل من المنتخب اليمني ورغم انه المنتخب اليمني تحسن شويه عن المباراه السابقه لكن في الاول والاخير احنا نقول احنا والعراق واحد والف الف مبروك للعراق والجمهور العراقي وان شاء الله البطوله يا رب. مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اهلا بكم مع المستطيل الاسيوي واهلا بك كابتن. يعني قبل لحظات يعني الروح الاخويه يعني الجمهور منتخب اليمن انا احتاريت وعراقي يمني صراحه ديشيد ويتغزل بالمنتخب العراقي يعني وناسي يعني فريقه خسران يعني قمه بالروح الرياضيه. والله شعور طيب يعني شوف هم الاخوان اليمنيين رائعين جدا. انا الحمد لله صارت فرصه أنا أشتغل مع الفريق اليمني فترة تدريبية وكانوا ناس رائعين عندهم روح الكرم روح الضيافة ناس متفتحين يملكون يعني الخلق العالي فهذا ليس بغريب على أخوانا اليمنيين أنه يشجعون الفريق العراقي ويشجعون الكرة الحلوة وهذا فرصة حقيقة نلتقي في هكذا تجمع بين الشعب العراقي والشعب اليمني والشعب العماني والشعب الإمارات أنه في سبيل تنطي صورة أنه العرب متودين مع بعض يحبون بعض وتبقى الرياضة رياضة رسالة محبة رسالة سلام وتجسدت في هذا الموضوع. شوف الشباب يشجعون الكرة العراقية يشجعون الفريق العراقي يعني ما يعتبروك كمنافس أو كخصم بحيث ينبذوك بالعكس
أكدوا على الوضع أنه دائما ساندين الفريق العراقي، وهذا شعور رائع جدا. ما المطلوب أمام المنتخب الإيراني؟ والله المنطق يقول يجب أن نلعب بالتشكيل الأساسي، نراقب المهاجمين، عندهم مهاجمين متميزين خاصة سردار، يملك رؤية جيدة، يملك حس تهديف متميز، يتمركز في مناطق مهمة وحساسة. بتقدير الشخص إذا أنا كنت يعني مدرب، ما أن تروح الكرة على الجانب، يعني أحد الإخوان أحمد أو ريدين يجب أن يكون سردار تحت نظره، واللعب مان تو مان في هذا المنطق. المين لحق ذي 100 100، لأن مثل ما قلت حضرتك شخصت إنه الكرة ما تنتقل الكرة من منطقة بعيدة على المنطقة القريبة، أو القريبة تبتعد على البعيدة ويأخذ فرق دائما تشوفه واحدة هو، إذا يتمركز صح. فمن يكون تحت الرقابة هذا اللاعب بحيث تكون كرة بالجزاء أراقبه، أحمد إبراهيم أنت خلاص تروح على الجانب، أنت تلعب مان تو مان وياه، يعني يروح يمين يسار، لأن هو أخطر واحد بيهم، مع جل احترام الآخرين، آخرين خطرين، بس تنوبات تسقط فد ورقة مهمة ومؤثرة بالنسبة لهم، هذا كسب إنه. فنتمنى إن شاء الله يكون بهذا الوضع، وقلت لك يبقى التوفيق من رب العالمين. طيب إذا قلت لك التشكيلة اللي الأقرب إلى كريم صدام، التشكيلة الأخيرة، التشكيلة اللي مباراة الأولى، أو أنت عندك تشكيلة تجدها هي ستكون مثالية للقاء المقبل؟ هو هذا التشكيل اللي بدأ كان نموذج جدا، تشكيل رائع، تشكيل يملك من القوة والنشاط والحيوية، والدليل خصوصا الشوط الأول، يعني الحماس اللي لعبوا به شباب بالشوط الأول، أتمنى يلعبون به بالشوط الأول أمام الفريق الإيراني، بالإضافة للتبديلات كانت موفقة، رغم أنه بعض التبديلات يعني نشوف علاء من التبديل ميمو مو هدف فني بقدر ما هدف ينطي فرصة وراحة، أكيد إذا نحتاج علاء جت فرصة طيبة وقدر يشارك وقدر يسجل هدف. كذلك أمجد عطوان من اللاعبين المتميزين، محمد داود لحد ما جت الفرصة، إحنا عندنا أوراق مهمة ومؤثرة على مصطفى الاحتياط، أكيد راح يستخدم المدرب في وقت معين، يكون يعني أدوات أوراق مغيرة لوجه المباريات. المدرب يملك حقيقة كثير من الخيارات عندي، بس مثل ما قلت حضرتك إنه التشكيل اللي بدأ بي أمام عمان أتمنى يبدي بي مرة أخرى أمام اليمن، عذرا يبدي مرة بي مرة أخرى، لأنه كسب ثقة، كسب استقرار، بس هذا ما يمنع ممكن يستخدم الأدوات اللي استخدمها بالشوط الثاني، بالشوط الثاني أو الشوط الأول وفق متغيرات المباراتين. الفريق الإيراني فريق يملك أدوات لربما أفضل من فرق أخرى، فأكيد أوراق راح يشتغل بها. كابتن بشكل سريع جدا، متفائل جدا؟ الحمد لله. شكرا جزيلا كابتن. الله يبارك فيك. شكرا أستاذ. إن شاء الله كنا متفائلين مشاهدينا الكرام، وأنتم أيضا تفائلوا، وأيضا ادعوا لمنتخبنا في لقاء المقبل أمام المنتخب الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية وطيبة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.